7, 8, 1, 2, 3. ازيك يا أميجو؟ هاي دنيا. أخبارك إيه؟ تمام. ثانية واحدة. ازيك يا برح؟ عزام بيه في المكتب؟ مستنيكي جوه. ماشي. ثانية واحدة أديله خبر وأرجع لك، ماشي؟ 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. طبعا طبعا يا عدل بيه. لا 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 لا، طمن سعادته، أنا هبلغه. حاضر، مع السلامة. قريبتك جت معاكي؟ طبعا يا بابي جت. واحنا بنهزر ولا إيه؟ أمال هي فين؟ مستنية برا. أنت هلك؟ لا، أنا هخرج لها عينها بنفسي. هي فين؟ اللي واقفة هناك أهي. إيه رأيك؟ مش بطال، مش بطال أبدا. طب تعالي دعاء. بنت يا دعاء، عزام بيه صاحب الصاله، سلمي عليه. ازيك يا دعاء؟ ايه يا حبيبتي؟ هي القطه كلت لسانك ولا ايه؟ لا ابدا يا عزام بيه. معلش، اصلها مكسوفه شويه. مكسوفه؟ لا مكسوفه من ايه؟ احنا هنا ما عندناش كسوف. احنا كلنا عيله واحده، مش كده ولا ايه يا دندن؟ طبعا يا بابي، حياتنا يا دعاء هنا كلها سهر وفرفشة. ده بكرة القمر ده يفك ويبقى زي الفل. خلاص، أنا هسيب الحكاية دي عليك أنت يا دندن. ميجو! أيوة يا ريس. دعاء آخر العنقود في شجرة العيلة عندنا هنا، عايزة تتدرب معاكوا كويس. أوامرك يا ريس. يا حبيبتي، عايزك بقى إيه تتدربي كويس. النهاردة أول يوم ليكي معانا هنا، عايزك بالليل تصاليلي وتبدعي. حاضر. حاضر يا عزام بيه. يلا يا قمر، يلا تعالي معايا. ماشي يا ترمبيت؟ في حاجة؟ لا مفيش. طب سألتني على بلاغات السرقة اللي قلت لك عليها؟ سألت، مفيش أي بلاغات عن سرقة خردة أو حديد. طيب شوفك بكرة، سلام. مع السلامة يا فندم. استنى. ازيك يا أبي؟ رؤوف جوه لو عايزة أي حاجة. أنا مش جاية لرؤوف، أنا جاية لك أنت. خير؟ لا ما تخافش، مفيش حاجه، بس انا كنت جنبك هنا وقلت توصلني معاك. انت مروحه بدري كده؟ لا رايحه الجورنال، بس قلت بقى استغلك بدل زحمه المواصلات والتاكسيات. ها ممكن؟ ممكن. يا ترى قريت جرايد النهارده؟ قريتها طبعا. وقريت بقى الموضوع بتاعي؟ الحقيقة لا، ما انت عارفة انا ما بقراش جرايد معارضة. خسارة، اصل كان في موضوع مهم قوي وكان يهمني انك تقراه. اشمعنى يعني؟ اصله كان بيتكلم عن سوء معاملة المتهمين جوه القسم والتعذيب اللي بيتعرضوه، وبصراحة بقى انا خدت فكرة الموضوع ده منك انت لما شفت الجدع اللي اسمه حربي. وبعدين معاكي يا اماني. ايه يا ابي، في حاجة؟ طبعا في انك ناسي ان الشرطة في خدمة الشعب، واهم حاجة بنعملها لخدمة الشعب ده إننا نحميه من المجرمين والمفسدين اللي بيهددوا أمن المجتمع. واو، ده كلام كبير قوي. ويا ترى بقى حربي من المفسدين اللي بيهددوا أمن المجتمع؟ طبعا، حربي ده لسه خارج من السجن وتحت المراقبة. أول حاجة عملها بعد ما خرج خناقة كبيرة في الحتة، ضرب 2-3 وكان هيتسبب في مجزرة. عشان كده بقى قبضتوا عليه؟ بالظبط كده. ويا ترى بقى لسه محبوس عندكم ولا حولتوه على النيابة؟ لا دي ولا دي. إيه؟ مات؟ لا أفرجت عنه، عشان تعرفي ان اخوكي قلبه طيب. قلبك هو اللي حنين ولا هو اللي طلع بريء؟ احنا وصلنا الجريده، بطلي كلام بقى. ادينا وصلنا، اتفضلي انزلي. وكفايه كده يا اماني. حاضر يا ابي، اشوفك في البيت. باي باي.
اماني ده مش هيتصل عليك. حاضر اماني. ست الرئيسة عايزاكي. ما قلنا حاضر. اماني بس احنا عايزاكي ايه يا اماني؟ انت كنت فين؟ في ايه يا احمد؟ مدام شهيره قلب عليك الدنيا وعايزاك تروحي لها اول ما توصلي. ما تعرفش في ايه؟ مش عارف، روحي لها وانت تعرفي. حاضر. حاضر يا فندم، تحت امرك يا فندم. اهي جت، مع السلامه. ايه يا اماني كنت فين كل ده؟ ابدا. هو في حاجه؟ دي تالت مره نعيم بيه يتصل بيا ويسالني عليكي. نعيم بيه؟ بيسال عليا انا؟ وعايزك تطلعي له فوق مكتبه. انا اطلع له مكتبه؟ ايه يا اماني هنقعد نرغي مع بعض كتير، الراجل ما بيجيش غير يومين في الجريده. اتفضلي يلا اطلعي له بسرعه. طيب مكتبه في انهي دور؟ اخر دور. يلا اتفضلي. حضرتك الانسه اماني؟ ايوه. اتفضلي. أنسة أماني؟ أيوه. تفضلي معايا لو سمحتي. أدخل. تفضلي. مساء الخير. أيوه. أنا أمين. أماني حسنان المصري. مدام شهيرة قالت لي إن نعيم بيه عايز يقابلني. هو أنتِ؟ اتفضلي. أماني؟ تعالي يا أماني. أنا سعيد بيك جدا يا أماني. أنت صحفية موهوبة وذكية وهيبقى ليك مستقبل كبير قوي إن شاء الله. متشكرة قوي يا فندم. أنا مش عارفة أقول إيه، دي شهادة أعتز بيها. أنت عارفة أنا طلبتك ليه؟ بصراحة لا، مش عارف. الموضوع اللي انت كتبتيه انا مبسوط منه قوي. الموضوع ده بيدور على حق